التراث التقليدي، كنمثلوا المصنوعات الجلدية اللي كتكلم عن التراث، المنتوجات الجلدية اللي كانوا الأوائل خدموا من العلايات اللي بيديهم، كان كاع الجلدي لما هما تيدبغوا بيديهم ما يمرقوا منها صرمي، ما يمرقوا منها كونتية، ما يمرقوا منها شكوى مخضوا فيها اللبن، ما يمرقوا منها مصر، يعني شي ما خدموا هما تيدبغوا الجلد بيديهم ما يعدلوه. سمعت اللي معروضه هنا تتكلمين عن المسائل اللي معروضه؟ المعروضات اللي عندنا، احنا عندنا اصرامه وعندنا المرافق وعندنا السكات وعندنا سمتو هما لواويش مجلدين وعندنا المصر، سمعت، وما اللي عندنا الجمامع وعندنا النسع والصندوق الصنادق حتى هما نعرضوهم، ولي زاكسيسوار كامله الصغيره هذه نخدموها بحال لي بورت كلي بحال السيلوات بحال سمتو هو السيلوات بحال كلشي هادشي كامل خدموه الحمد لله ربنا حامدينك.